شاهدينا وسلام المسيح معكم وين ما كنتوا عم تتابعونا حلقة جديدة من نور جديد بتبدأ هلا بعد هالغيبة الطويلة عنكم بفقرات كتيرة ومميزة بتمنى تنال إعجابكم بفقرتنا الأولى وبما أنه نحن بأسبوع وحدة الكنيسة رح استقبل الأب يوسف خالد ميخا لحتى نحكي عن دور الكنيسة الكلدانية بإطار وحدة الكنيسة بالفقرة الثانية رح يكون معي الصحفية القانونية والحقوقية سعاد مارون لحتى نحكي عن دور المصارف يلي عم تلعبوا تجاه المودعين شو هي الأمور القانونية اللي فينا نعملها نحن كمودعين تجاه هيدي المصارف لحتى نكون عم نحافظ على حقوقنا بالفقرة الثانية رح يكون معي الأستاذ أستاذة كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية بجامعة الروح القدس الكاستيك الدكتور هدى نعمة لحتى نحكي عن أزمة المنطق في مجتمعاتنا والفقرة التربوية اللي تعودتوا عليها معنا بكل أسبوع مع الدكتور لورانس هجيئة لحتى نحكي عن المحاصصة الطائفية بإطار تعديل المناهج اللي بإطار الورشة اللي عملتها وزارة التربية بالأسابيع الماضية وبما أنه نحن هلأ على بخلال أسبوع الوحدة للكنيسة حبيت أبدأ برنامجنا بصلاة صغيرة لوحدة الكنيسة صليا أنا وياكم أيها الرب يسوع، يا من في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا، صليت لكي يكون تلاميذك بأجمعهم واحدا، كما أن الآب فيك وأنت فيه، اجعلنا أن نشعر بعدم أمانتنا ونتألم لانقساماتنا، أعطنا صدقا فنعرف حقيقتنا، وشجاعة فنطرح عنا ما يكمن فينا من لا وريبة. ومن عداء متبادل وامنحنا يا رب ان نجتمع كلنا فيك فتصعد قلوبنا وافواهنا بلا انقطاع صلاتك من اجل وحده المسيحيين كما تريدها انت وبالسبل التي تريد ولنجد فيك ايها المحبه الكامله الطريق الذي يقود الى الوحده في الطاعه لمحبتك وحقك امين. امين. وبما انه عم نحكي عن وحده الكنيسه حبيت اول فقره تكون مع الاب يوسف خالد ميخا لحتى نحكي ككنيسه كلدانيه شو هي الاطر اللي عم تستعملها وكيف بتقارب قصه وحده الكنيسه، صباح الخير ابونا واهلا وسهلا. صباح الخير واهلا وسهلا فيك وشكرا جزيلا لاستضافتك. ابونا بدايه خلينا نبلش بالنسبه للكنيسه الكلدانيه شو هو وحده شو بتعني وحده الكنيسه؟ بالعموم الكنيسه الكلدانيه كواحده من اطياف الكنيسه الجامعه الوحده هي ان نكون على قلب واحد ايمان واحد ان نكون نقبل بعضنا البعض نقبل الاخر المختلف الوحده هي ما هي مجرد ذوبان ادارات او ذوبان كراسي بقدر ما هي ان نقبل الاخر المختلف باختلافه ونحترمه ونعيش معه بهالمنطق هذا أبونا ككنائس متعددة كنا عم نحكي قبل الحلقة أنه ككنيسة كلدانية انتو أقرب للكنيسة الأشورية خلينا نحكي شوي تاريخيا كلنا بنعرف أنه الكنيسة الكلدانية والكنيسة الأشورية كانوا كنيسة واحدة ليه انقسموا وشو اللي بيجمعهم؟ المشترك بين الكنيسه الكلدانيه والكنيسه الاشوريه هو كل تراث الكنيسه، كل تراث الكنيستين، احنا كنا كنيسه واحده تعرف بكنيسه المشرق اللي امتدت من من شرق الفرات من نهر الفرات وامتدت شرقا الى ان وصلت الى اطراف الصين وكل الهند تقريبا. كانت في تحت تحت الحكم الفارسي في ذاك الوقت يعني. وتتميز عن الكنيسه اللي هي غرب الفرات اللي هي كانت تحت الحكم الروماني والبيزنطي. بالقرون الاولى كانت الكنيسه هي كنيسه واحده وين ما كانت وان اختلفت الثقافات اللي انتشرت بها. لكن مع دخول الفكر الفلسفي واللي حاول ان يستعمل الفلسفه حتى يوصل الايمان ظهرت الاختلافات بالطروحات اللاهوتيه بين مختلف المدارس ومن ضمن هاي الاختلافات اللي ظهرت تعليم نستوريوس اللي حرم بمجمع افسس سنه 421 واللي شويه شويه تعاليمه دخلت الى مدرسه الرهه ومدرسه نصيبين اللي هي مدرستين لاهوتيتين جدا غنيتين بإنتاجهم الفكري وعميقتين وكبيرتين في كنيسة المشرق ونتيجة دخول تعاليم تعاليم وتبنيه من بعض أساتذة هذه المدرسة شوي شوي عقائديا ابتعدت كنيسة المشرق عن سائر الكنيسة من النواحي الكريستولوجية اللي طرحها نسطوريوس أيضا لعبت لعبت المسائل السياسية انه نحن كنا تحت الحكم الفارسي والكنيسه الغربيه تحت الحكم الروماني وكيف كان هناك صراع صراع بين الامبراطوريتين هذا ايضا شجع او كان عامل ايضا بان تنعزل كنيسه المشرق عن باقي الكنيسه. وهكذا شوي شوي مع مع القرن الخامس والقرن السادس كرس تكرست نوع من الاستقلاليه لكنيسه المشرق اداريا يعني جغرافيا واداريا وحتى بعدين مع دخول نسطوريوس افكار نستوريوس عقائديا عن باقي الكنيسه واستمرت كنيسه زاخره عانت ما عانت اكيد بي 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 على مر عصور على ايد الفرس على ايد المتطرفين من الحكام المسلمين او بعض المسؤولين بالدوله الاسلاميه اكيد عانت كثير الى ان وصلنا الى سنه 1552 لما انتفض عدد من اساقفه الكنيسه المشرق على نظام وراثي في 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 التعاطي او في تبادل الكرسي او من يتعاقب على الكرسي البطريركي حيث حصر الـ الـ من يجلس على الكرسي الباترياكي لكنيسه المشرق بعائله بي اسمها بيت ابونا انه العم يسلم لابن اخوه انتفض وصلنا الى حد انه في يوم من الايام قعدنا فترك عمره ثمان سنوات وهناك وصي عليه من ذات العائله فانتفضوا الاساقفه الاخرين من خارج هاي العائله وعملوا اتصال مع كنيسه روما وطلبوا من عندهم ان يحلون المساله فكانت النتيجه انه تم انتخاب كاهن راهب من دير ربان هرمز بالقوش حاليا اسمه يوحنا سولاقه وانتخب ان من قبل هذول الاساقفه ان يكون هو البطرك الجديد وارسل الى من هون صار صرنا تابعين للكنيسه الكاثوليكيه من هون صارت كنيسه المشرق شقين، شق يتبع شق حافظ على اصله بين قوسين نقول نسطوري لانه هذا الموضوع يقبل كثير من النقاش وشق اخر انضم الى المذهب الكاثوليكي او العقيده الكاثوليكيه واتحد مع الكرسي الرسولي من هذاك الزمان الى 1830 مساله العلاقه مع روما اخذت تجاذبات وكان هناك صراعات ورفض من الاساقفه اللي ظل ظلوا على الأصل المشرقي بدون ما وهكذا الى ان استقرت بال 1830 وكان تكرس انه هناك كنيستين كنيسة مشرق كاثوليكية وكنيسة مشرق نصورية بس سميت الكنيسة الكاثوليكية او الشق كاثوليكي سمي كلدان وذولاك سموا اشوريين التسمية انا عندي يعني راي بالموضوع بس استخدمت التسميات للتمييز بين بين هالجماعتين يعني. لكن كعقائد دينيه هل نفس العقائد الدينيه بيتبعوها او الممارسات الدينيه او شو اللي بيفرقهم؟ ايه اللي فرق بالحقيقه اللي يجمع هو اكثر من اللي فرق. وبس مع الاسف احنا مرات نركز على الاختلاف ما نركز على ما يجمع يعني آه هي ذات اللغه مم. اللغه السريانيه الشرقيه ذات الطقس ذات ذات الفكر اللاهوتي بشكل عام الا فيما يخص بعض التفصيلات الكريستولوجيه فيما يخص لاهوت المسيح لانه اباء كنيستنا لما اخذوا الفكر او تبنوا الفكر النسطوري فكر نسطوريوس وعملوا اناشيد وعملوا كتبوا الصلوات وكتبوا الليتورجيه الكنيسه اكيد مع انضمام هذا الشق اللي انشق عن الكنيسه الام الى المذهب الكاثوليكي تم تعديل هذه النصوص او بعض النصوص فيما يخص مساله الطبيعه والطبيعتين والاتحاد والجوهر وال, وال, وال تم تعديلها حتى تكون متوافقه مع الفكر الكاثوليكي ولكن من الجوهر الناحية. الجوهر حافظوا عليه ولكن مع بعض التعديلات تمام عن الكنيسه يعني يعني في في إن كنت ايام كليه اللاهوت من عملت دراسه على احد الأناشيد هو هو نفس النشيد بس يفرق بكلمات بصياغه بعض الجمل بين كتابنا التقصي والكتاب التقصي في الكنيسه الاشوريه بعض الجمل حتى مثل ما قلت لك يكون متوافق مع العقيده الكاثوليكيه، اما كل شيء اخر فهو نفس المنطق نفس المساحه الجغرافيه حتى في بلدان الانتشار تقريبا احنا مشتركين فيها الموضوع في امريكا في اوروبا في استراليا آه نفس المساحة الجغرافية قلت لك آه نفس التاريخ نفس الفكر نفس اللغة نفس التقاليد تقريباً كنيسة واحدة حالياً كيف بتوصف العلاقة بين الكنيسة الكلدانية والكنيسة الأشورية؟ آه نبقى إلى الأزل إلى الأبد عفواً نبقى كنيستين شقيقتين آه مع مع آه مع انطلاقه المجلس الحبري للعمل من اجل وحده المسيحيين كانت من اللي هو من احد الدوائر الرومانيه واللي هو كان اسمه سكرتاريه العمل لاجل وحده المسيحيين الى سنه 88 ومن سنه 88 بدل اسمه انطلق العمل بان في الكنيسه الكاثوليكيه ان تعمل تفتح قنوات حوار مع الكنائس الاخرى غير الكاثوليكيه واتجهت باتجاهين رئيسيين، الاتجاه الاول مع الكنائس الشرقيه الرسوليه الشرقيه من ضمنهم الكنيسه الاشوريه والكنائس الارثوذكسيه والقناه الثانيه مع الجماعات المسيحيه اللي نقدر نسميها البروستانتية واشتغلت على اربع اصعده في 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 هاي في لقاءات الحوار هذه انه بمجال المسكونيه الروحيه مثل اسبوع الصلاه هذا واللقاءات خلال السنه المسكونيه مسكونيه الشهاده والخدمه في ان يكون عندنا لقاءات وانشطه مشتركه مسكونيه المسكونيه المؤسساتيه ان يكون هناك لجان مشتركه بين الكنائس المختلفه والمسكونيه العقائديه اللي تدخل في مجال الحوار العقائدي بين الكنائس. بين بالنسبه أن احنا والكنيسه الاشوريه بلش الحوار وكان من احدى قمم واحدى النقاط اللامعه لهذا الحوار كان سنه 1994 لما التقى البابا القديس يوحنا فوز الثاني مع البطريرك دنخا ماردنخا الرابع في روما. وكان هذا اللقاء هو تتويج لسنوات من العمل والحوار وكان وكانت زهره هذا اللقاء هذا الاعلان الكريستولوجي المشترك اللي عبر عن وحده الايمان المسيحي بين هالكنيستين الكنيسه الكاثوليكيه بشكل عام والكنيسه الاشوريه أه هل حتى هاي الامور اللي اختلف عليها في 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 بسبب دخول افكار نسطوريوس الى كنيسه المشرق في هذا البيان اظهروا انه هم بذلوا كثير شغل عملوا كثير شغل حتى ذللوا او 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 ذوبوا هاي الاختلافات بنص اعلان ايماني مشترك مقبول من الكنيستين حتى الامور اللي اختلف فيها التعابير لقوا لقوا قبول مشترك بيناتهم فيما يخص طبيعه وطبيعتين فيما يخص بالنسبه لامنا مريم هي ام المسيح ام الله لقوا الـ 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 يعني تم ايجاد ارضيه مشتركه بين اثنين قبلوا بعضهم البعض باختلاف الاختلاف التعابير المستخدمه يعني قبل ما يدهمنا الوقت ابونا خلينا نحكي شوي توصيف لعلاقه الكلدان بباقي الطوائف المذاهب المسيحيه اكيد كنيسه الكلدانية في نحكي عن الكنيسه الكلدانيه بشكل عام او نعم. نحكي عن الكنيسه الكلدانيه في لبنان بلبنان مثل ما هسأ قبل قبل ما نبلش البرنامج كنا نحكي مع ضيوفك الاخرين بلدان بل لبنان هو بل 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 بلد الاطياف ما نقول الطوائف بلد الاطياف والتعايش بين هاي الاطياف فهكذا الكنيسه اللانيه هي طيف من هذه الاطياف وعلاقتها جدا حميمه مع كل الاطياف الاخرى المسيحيه وغير المسيحيه وخاصه مع اخوتنا المسيحيين بهالهم المشترك بهال السعي المشترك من اجل ان يكون هناك حضور مسيحي واعي وشاهد للمسيح اكيد وعلى مستوى تربية أولادنا على التعايش المشترك والمواطنة والتآخي مع الطوائف الأخرى هذا بالنسبة للكنيسة الكلدانية في لبنان بشكل عام بكنيسة الكلدانية بالعالم تبقى هي أخت لكل خوات الكنائس على الاختلاف اخيرا ابونا شو هي النصائح اللي بتعطيها ل عن نكون عم نسترجع هيدي الوحده داخل الكنيسه الواحده؟ <applause> تعرفين ان 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 نصلي فهذا جدا رائع، نصلي مع بعض من اجل ال 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 الوحده فهذا جدا رائع. بس ايضا هذا الموضوع يحتاج الى ترجمات عمليه، اولا انا مطلوب عندي انه حتى اكون عندي عمل مسكوني هاي قناعه كثير قويه عندي يجب ان اتي اليك في هذا الحوار المسكوني واعرف انه عندك شيء من الحقيقه ما الحق, الحق. ما كل الحقيقه عندي بالتالي بالتالي راح يكون هناك مجال حوار انا ما اجي تقبل للافكار بالضبط انا ما 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 اجي الى الحوار المسكوني وانا جاي حتى اعرض الحقيقة اللي عندي وأفرض عليك إذا ما يكون هناك قبول مشترك ما راح ما راح يكون هناك نتاج عملية وأيضًا أن نغلب مشيئة ربنا أيضًا هذا مثل ما هو صلى وحضرتك ذكرتي في بداية الصلاة في صلاتك في بداية الحلقة إنه هو ربنا صلى من أجل أن نكون واحد أن نغلب مشيئة ربنا أن نغلب خير الكنيسة أن نغلب خير الرسالة الإنجيلية اللي نعطيها للعالم هذا راح يكون أنا أعتبره رقم واحد رقم اثنين هو القبول المشترك رقم ثلاثة أن نشترك بالصلاة وبالعمل مع بعض يعني على أمل أنه عن جد نصال لوحدة وحدة الكنيسة ونكون كلنا ما بالنهاية كلنا عم نعبد رب واحد ويسوع المسيح هو على هالأرض لا يخلصنا كلنا سوا منه منه مميز كنيسة عن الثانية على أمل هيدي الوحدة عن جد تتحقق فعليا على الأرض الأب يوسف خالد ميخا شكرا لك على شكراً حضورك أمين. اليوم مشاهدينا نحن بريك صغير ومنرجع